ندعو الان الاخ الحبيب الشيخ عبد المنعم العسوي الشريف الزميل العزيز ليقدم فقرة الختام، الفقرة الختامية لقارئ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ الشيخ احمد عوض ابو فيوض، يقدمه الان لحضراتكم الاخ عبد المنعم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق القائل حينما قال اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقامك يا سيدي يا رسول الله. اجمل منك لم ترى قط عين واحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مسك ختام هذه الليلة القرآنية العالمية الكبرى، ليلة تأديب حسين عبد الرحمن داوود، مشاركة لعموم عائلات آل داود الأكرمية، ومشاركة لعموم قبيلة التميلات، ومشاركة لأشقائه الأعلام معالي الدكتور محمد عبد الرحمن داوود، معالي الدكتور عبد الرحمن رفاعي عبد الرحمن داوود، ومشاركة لمعالي النائب احمد بك سلامة داوود شيخ قبيلة التميلات ونائب المجلس القومي للقبائل والعائلات المصرية، ومشاركة لعموم تلك العائلة العريقة لفضيلة الشيخ محمود ابراهيم داوود دور ادارة اوقاف القصاصين. باسمهم جميعا شاكرا لكل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير. ختام تاريخي لن ولن تشهده البلاد من قبل لفضيلة القارئ الشيخ احمد عوض ابو فيوض نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، الذي اسأل ربي سبحانه وتعالى ان يفيض عليه من فيوضات الرحمن، مع فضيلة القارئ الشيخ احمد عوض ابو فيوض قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصير، ولو ألقي معاذيره، ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.
إذا قرأنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت وقيل مراق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق إلى ربك يومئذ
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من راق وظن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى ثم أولى لك فأولى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقا ثم كان علقي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بالقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بسم الله الرحمن
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء
بني رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها أخرج منها
والجبال أرسيها متاعا لكم وليا لكم. وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خيف مقام رب عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاب خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل يا رب عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم
اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار كما ندعوك يا كريم. أنت تغمد فقيدنا بواسع رحماتك. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته. اللهم أبدل دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بماء وثلج وبرد. اللهم انقله من مراتع الدود وضيق اللحود جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوع. اللهم اجعل في قبره نورا. اللهم اجعل في قبره نورا واجعل عن يمينه نورا واجعل عن يساره نورا واجعل من فوقه نورا واجعل من تحته نورا واجعل له نورا من نورك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. خواتيم سورة القيامة ومن سورة النازعات. ساعدنا وإياكم مع مسك ختام هذه الليلة لذلكم العلم القرآني الإذاعي نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوم. ختام مليء بالنفحات ولم لا وقد حضر هذا الختام
كروان الفجر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي قبيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وليلة مليئة بالنفحات والكرامات، ولم لا وآل داود الأكرمين محبين للقرآن ولأهل القرآن، شاكرا باسمهم جميعا كل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير، شاكرا باسم معالي الدكتور رفاعي عبد الرحمن داوود، معالي الدكتور محمد عبد الرحمن داوود أشقاء الراحل الكريم، وباسم أبنائه الأستاذ محمود والأستاذ أحمد حسين عبد الرحمن داوود، وباسم أبناء العموم الكرام، وباسم معالي النائب أحمد سلامة داوود شيخ قبيلة الطميلات، وباسم فضيلة الشيخ محمود إبراهيم داوود ورجل الأعمال المعروف الحاج محمود داوود والمهندس محمد إبراهيم داوود الحاج فتحي عبد ربه داوود الحاج نسيم داوود وعموم عائلات آل داوود الأكرمين، تقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من توافد لهذا المقام القرآني الكبير، وباسم معالي المهندس محمد أحمد سلامة داوود وشقيقه العلم بسلامة أحمد سلامة داوود، وباسم المهندس محمد أحمد سلامة داوود رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد أحمد سلامة داوود للسياحة ومن المملكة العربية السعودية، يقدم خالص العزاء لأبناء العموم الكرام ولوالده ولأشقائه الأكرمين في هذا المصاب الجلل. وكما ذكرت ليلة مليئة بالنفحات، ولم لا وقد قام بأعمال الضيافة المتر وليد شميس شاكرا له ولرفاقه الأكرمين الأجودين، شاكرا للمؤسسة العالمية لأعمال الفراشة والإنارة حج محمود شميس، شاكرا لعميد المصورين بجمهورية مصر العربية الذي حل ضيفا على محافظة الإسماعيلية، ومخرج الإبداع مخرج العالمي وحافظ التراث سيدنا الشيخ محمد الليسي. الأستاذ ناصر صلاح، وشاكرا للصحفي المتألق الصحفي علي داوود على قناته الوثائقية، وشاكرا لكل من توافد لهذا المقام باسم الحاج محمود داوود رجل الأعمال المعروف، شاكرا للمهندس أحمد سليمان قراجة، وشاكرا للمهندس أحمد محمد الخوني على لمساته الفنية الذي شرف المكان، شاكرا لسيدنا وشيخنا فضيلة الشيخ عبد القادر محمد سلامة، شاكرا لفضيلة الشيخ سليمان محمود سلامة، وشاكرا لحضراتكم جميعا لأحد باسمه وفارس قراء محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ أيمن عبد الله حسن وكل من توافد لهذا المقام القرآني. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا صدقة واصلة إلى روح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وصدقة من ذلك إلى صحابة رسول الله، وصدقة من ذلك إلى روح شهداءنا وشهداءكم وشهداء المسلمين أجمعين، ثم صدقة من ذلك إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ثم صدقة من ذلك إلى روح المتوفى من الحاج حسين عبد الرحمن داوود وإلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. كان معكم من أسرة المذيعين وبيلة العالم الجليل شيخ وجيه الصعيدي، وكان معكم خادم آل بيت رسول الله الشريف عبد المنعم.
النعم حسن العسوي دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.